قال له شكون اللي قد ضحك وما يضحكش؟ قبل ما نلومه افون دانكريميني لا فرانس و توت اوتر بويسونس دابور يفو كومونسي بار نو ميم سي نو كي اكسبتون ان سيستيم مافيو كورومبو délinquants qui nous dirigent. Les autres nations en profitent. Alors, les autres nations n'en profitent pas. Mais des entreprises américaines, turques, chinoises, russes, je ne sais pas dans d'autres pays, qui profitent de la faute des Sahara Fadzer, qui profitent de la chienne des Sahara Fadzer, mais les Émiratiens, mais les Qatariens, mais les Saoudiens, لا بروف الحليب ويحوسوا يسنيو مع المراعي يصافي لو باز اما سي المينيستر دو كوميرس يعني الله العظيم الحمد لله جيت قدامي نبزق لك في وجهك نبزق لك في وجهك ونكرازك كوم ان كافار الناس اللي تحوس تلقى المشكلة تاع الحليب تروح تشوف الدول العظمى اللي عندها خبرة وحين كان في هذا المجال رايح يشربين بول البعير كي سون اومام اون فايت كي اومام سون فايت اون فايت بيان سور سون اون فايت يعني واحد الركاكة واحد واحد والله يا مدام ميو فو باسي على دي سوجي بوكو بلوز امبورطون باسكو لا جو في اتر فولغار مع هذا الخماج اللي حاكمين الجزائر جاري ميم با لي كاليفي وما تقمش الالفاظ تاعي يعني. باسكو سي لافا في يهضر ما تقم حتى الفاظ اللي ما عجبوش الحال يهضر معايا نو il n'a pas suivre votre live c'est tout simplement tout simplement monsieur Azdin Zavoli vous dit il faut que le peuple algérien se réveille rapidement et voir tous les opportunistes qui veulent surfer sur la vague pour entrer l'Algérie dans le ramin islamique islamiste il faut tout simplement qu'il se réveille réellement et qu'il soit lucide barak تلاعبات نتاع النظام هذا ما قدرش بين قبائل وشاويه وعرب جو سي با كوا دوك جايبها اسلاميه لايكيه ما تصلح لكش المسلمين ورافضين للدوله الاسلاميه والدوله اللاهوتيه والدوله الالهيه لانه كون حب الاله نديرو دوله الهيه يهبط علينا نبي او ملك يحكم فينا مادام بشر ما كاش دوله الهيه وما كاش دوله دينيه انا من الناس اللي حاربوا الدوله الدينيه والالهيه الى يوم الدين لانه اللي عنده تفويض من عند الله عز وجل ينعته لنا واللي ما عندهش تفويض يبلع وما يهدرش من ربي واحد ما عنده الحق بعد الرسول عليه الصلاه والسلام محمد بن عبد الله يهدر ويقول جاني الوحي واحد ما عنده تفويض اللي يقول دوله اسلاميه شكون كلفك ديرها دولة لاهوتية شكون كلفك ديرها أعطينا التكليف الإلهي تاك لورد دو ميسيون ديفان سي تو لا با بوكل لا وهضر معنا دولة قانونية وقانون ودولة إنسانية Je suis en train de lire les commentaires. En tout cas, monsieur Rahmani, beaucoup de gens apprécient votre franchise. Monsieur Abdallah Tadjudo, il vous dit une franchise à coupe et le souffle. Merci monsieur Rahmani. Voilà, on dit toujours que la vérité blesse et bah انا من الكذب سيدي انا ما الكذب وين وصلنا داروا لنا مدين مجاهد كبير ومن بعد ضرب باندين تاع الحدود جابوا لنا مجاهدين جاوا في 57 58 داروا لنا منهم على بالي شواش وظهروا خوانا جابوا لنا بوصوف كمل حياته في فرنسا قال لك لو بان دي رونسينيوم الجيريان كمل حياته مات في فرنسا او تحاربت فرنسا والحليف الفرنسي كمل حياتك في فرنسا واش كنت اوبوزون كرون اوبوزون بوليتيك عايش في الخارج ما يخدم ما يقدم ما يصرح ما يرعى باه كان عايش شكون اللي يخلص فيه فورتي دوكا خلاص 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 بزاف الكذب الكذب هلكنا 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 ومازال كاين الناس واحد يجيب الامر تاعو من تركيا واحد من قطر واحد من السعوديه واحد من الخليج يقول لك جزائريين الله لا تربحكم الله لا تربحكم تمشيوا على كروشكم كي الحنوشه الله لا تربحكم واش الفرق بينكم وبين الكلاب اللي حاكمين البوفوار في الجزائر لا با ديفيرونس اوكول
ثم ثاني غدوة تديو بوفوار تحقروا الشعب وتقتلوه وتبيعوه لسيادكم اللي جابوكم البوفوار وفينونساوكم وحلوا لكم الإذاعات نتاعهم والقنوات نتاعهم وتصليوا لهم وتسمعوا لهم حتى من اللغة نتاعكم تبدلتوا اللهجة وليتوا تهضروا زيهم. شكون رابيل كيفاش؟ سيندروم دو ستوكهولم. سي سا. أنا نهضر جزائري قسمطيني لونغاج ألجيريان بير. والعربية تاعي فصحى اللي قريتها في ليكول ألجيريان. والفكر الإسلامي تاعي فكر تاع مالك بن نبي. ني سلفي، ني وهابي، ني خليجي، ني عمار بالزوار. فكر متحضر، متطور، انطلاقي، ريالمون، فكر حقيقي، جزائري، خارج، نابع من صلب الجزائر، لأن الإسلام ماهوش حكر على دول الخليج، ولا على الأزهر، ولا على المدارس نتاعهم نتاع الخرطي. ربي بعث محمد رحمة للعالمين، ما بعثوا لا العرب، لا قالنا وليوا عرب بدراع. مانيش عربي، جو سوي با عرب، مي جو سوي مسلمان. رحماني. Il y a une remarque de Madame Najla Aboulhosn. Elle vous dit, pensez à faire analyser l'eau potable que boit le peuple. Il est anormal que la majorité des décès, on en a déjà parlé de ça, soit dû au cancer et un enfant sur trois est trisomique. Pas que l'eau, Madame. Madame Najla, l'eau, les aliments, les pesticides, les engrais que les agriculteurs utilisent, les produits qu'on importe. لو كوزميتيك يا جماعه لو كوزميتيك مواد التجميل نتاع النساء اللي جايه من الصين اللي من الصين جايه من دبي والحقيقه لانه المكاتب اللي تصدر في الخماجات هذه الجزائر اي في دبي وفي الامارات هاد لي كوزميتيك فيهم دي ميتولور الميتولور كي المراه تزين الزوج نتاعها وتحطه في عينيها راه يدخل في الدم وفي الدم يقيس ويقيس غدوه الاولاد نتاعهم يا اي كاري امازون اي كاريتا اي كاري علاش حنا رانا نهبلوا من الامور هذه اي كارثه كارثه راهم يقتلوا في الشعب الجزائري قتل مباح صريح كارثه مدام انا معاك مدام نجلا انا معاك يا باكلو مش غير الماء سان كريم سان جينوسيد Alors, une question de Norin. Il faut faire émerger un homme autour duquel le peuple adhère, un leader. C'est l'unique solution. Un programme. On est contre l'homme providentiel. Programme. Nous, on est pour les programmes. Maintenant, on m'a envoyé une question. Hadi Chab Jazeri, elle est importante. Imtihan, c'est un arabe à Moutaous. C'est un arabe à Moutaous. C'est un arabe à Moutaous. طرحوا لهم سؤال في شكرا في الجغرافيا والاجتماعيات على القايد صالح والخطاب نتاعو ايها الاباء اولادكم راهم عرضه للتخدير الفكري ما زلتوا قابلين القايد صالح يتحط في امتحان نتاع سنة رابعة متوسط يحكيو عليه جاهل خامج زنديق مسخ شاد جنسيا كلب سراق حركي ما زلتو يعني امتحان يذكروا فيه اسم تفون يكون اسمي ميسي انكرويابل